احنا عندنا الشبكة الجيوديسية ومحطات رصد هبوط الدلتا بتقول ان انا عندي معدل هبوط من 2 ل 3 ملم في السنة، مش بالتوازي، في اماكن فيها هبوط عالي شوية واماكن منخفض. كذلك سطح البحر العربي المتوسط نتيجة ذوبان الجليد في اماكن تانية من الكرة الارضية وهكذا، في ارتفاع ايضا من 2 ل 3 ملم مش منتظم على السواحل كلها. تجميع الاثنين دول مع بعض بقول من عندي من 3 ل 4 ملم معدل اغراق، لانه هبوط وارتفاع هبوط للدلتا وارتفاع لسطح البحر، وبالتالي المعدل ده يعني بأي حال من الأحوال لو حسبناه على مدينة بعينها استحالة يؤدي لغرقها، هنقول في خلال 100 سنة ولا 50 سنة، قصدي مش أقل من 500 أو 1000 سنة لو مشت بالمعدلات دي. لكن في الجانب المقابل احنا بنلاقي فيه جهود دولية كتيرة للحد من الاحتباس الحراري، الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بديلة للطاقة الأحفورية. إذا موضوع انصهار الجليد في القطب الشمالي وارتفاع سطح البحر ممكن يتباطأ أو على الأقل يستمر بنفس المعدل ما يزيدش، يعني حاجات كتيرة نقدر نتكلم فيه. طبعا هيئة حماية الشواطئ عاملة حماية لأماكن كتيرة على المناطق الساحلية بحيث ما حدثش تآكل ولا دمار للأماكن دي. إذا قصة إن اسكندرية بعينها هتغرق ده يعني دايما في تصريح أنا بقول هو حق يراد به باطل، استحالة يكون في غرق الاسكندرية ولا حتى 500 سنة اللي جايين.